يستوقفني الرساله الخاصه بفيكتور جوميز ان هو حكم المباراه. فيكتور جوميز يا احمد حكم جيد جدا وحكم مميز جدا من افضل الحكام، رقم واحد فهو من افضل حكام القاره. الجمهور كان متخوف من تسيمبا، ولكن لما اعلن عن فيكتور جوميز في حاله ارتياح عام. عندي وجهه نظر مختلفه، حتى بكاري جسامه هو حكم فنيا من افضل الحكام اللي انا شفتها في افريقيا على مدار سنوات، لياقه بدنيه مميزه، سرعه قريب من كل القرارات، ولكن الامور احيانا بتكون في اتجاه اخر. نتمنى من فيكتور جوميز يكون كعادته في المباريات الكبيره بيكون قراراته في اتجاه دايما العداله التحكيميه، ده اللي نأمله بغض النظر عن الاسماء، لان الامور في التحكيم الافريقي مش مرتبطه باسماء خالص.